بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أخواني الكرام في استعراض اليوم لتطبيقان، ليس لتطبيق واحد، وهما متشابهان ومتكاملان، ولأجمل كتابين وهما صحيح مسلم والبخاري. نقوم بالدخول إلى التطبيقين. البخاري ومسلم. هذا التطبيق الأول، الصحيحين مسلم والبخاري، نقوم بالدخول إليه. للوهلة الأولى عندما نتحرك فيه نظن أنه غير متوافق لأنه لا يقوم بذكر أي شيء، لكن إخواني الكرام نذهب إلى هنا، نضغط على التول بار منيو، سوف نجد قائمة. إذن لو أردنا دخول إلى صحيح البخاري بشرح فتح الباري ندخل هنا، صحيح مسلم بشرح النووي، أو مثلا صحيح مسلم سوف ندخل إلى صحيح مسلم، نضغط ضغطتين، تم التحديد بدون تصنيف زر. إذن يوجد زر فقط بدون تصنيف، صحيح مسلم بشرح النووي، هذا هو زر. صحيح مسلم بشرح النووي مقدمة، هذه المقدمة باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا باب نقوم بالدخول إليه. إذن أخواني الكرام بعدما الدخول يعني إلى الباب نقوم بدقة الأسطر، الروابط عناصر التحقيق تلقاء، الرؤوس الروابط عناصر التحقيق تلقاء عناصر تلقاء، نذهب إلى هذه هي، نقوم بالضغط عليها ثم نحدد دقة الأسطر. تلقاء الأحرف الكلمة الأسطر الأسطر، نقرأ باب وجوب الرواية الكذابين والتحذير من الكذب على الرسول، باب وجوب الرواية الكذابين والتحذير من الكذب على الكذابين لله صلى الله عليه. إذن على أن الواجب على كل أحد عرف التمييز، نقوم من الأول، الله صلى الله عليه الكذابين والتحذير من الكذب على رسول، هذا الباب أبو وجوب الرواية عن الثقات وترك أبو وجوب الرواية عن الثقات وترك ألف الكذابين والتحذير من الكذب على رسول ألف، وهكذا صلى الله عليه وسلم وفقك الله تعالى على أن الواجب على كل أحد عرف التمييز به ينصحح الرواية. وللعودة نقوم بالعودة رجوع صحيح مسلم بشرح النووي مقدمة، باب وجوب الرواية باب تغليب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم نختار يعني باب النهي عن الحديث باب النهي عن باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. إذن نضغط على الباب ثم نقوم بدقة الأسطر الكلمة الأسطر ونقرأ باب النهي عن خط شديد خط شديد باب النهي عن الحديث بكل ما سمع باب النهي عن الحديث بكل ما سمع خمسة، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ألف، وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد ألف، وهكذا. تطبيق جدا جميل وجدا رائع وجدا مفيد. ونعود إلى التولبار دائما، تم التحديد الصفحة الرأي صحيح البخاري بشرح فتح، إذن يمكن البخاري البحث في الصحيحين، ويمكن البحث هنا، نضغط على البحث، البحث المتقدم يقتصر البحث مربع تعديل، نكتب أي شيء مثلا ألف فاء عين غين ألف باء، ولو أردنا يعني لام لا خاء كتب حاء الحديث حاء غين هاء خاء حاء جيم جيم عودة، ونقوم بالبحث بدون تصنيف الحج صحيح البخاري بشرح فتح الباري غير ما فعل كتاب الحيض غير ما فعل، هذا هو باب كيف كان بدء الحيض باب طقط الحيض المناسك. إذن ونذهب الآن، رأينا هذا التطبيق وما جاء وفيه المفضلة، جميل جدا. إذن نقوم بالدخول إلى التطبيق الثاني، تطبيقات أغدو فوكاليزا فويس النسخ متجر صلاتي الصوت المعذرة الصحيحان للبحث عن نصوص مطابقة ضعها بين علامة تنسيس. إذن هذا في
إلا البحث. لام. عقوب. ألف. بالبحث ألف. سوف نكتب لام. مثلا لام. الحج. حاء. خاء. جيم. عودة. خمسون إلى آخره. الأحاديث المحفوظة. إذن هنا نوجد الأحاديث المحفوظة. الإعدادات. وهنا الإعدادات. صحيح البخاري. صحيح مسلم. واحد. حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم اللطيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن إذن وبتيان نكسر. وهنا يوجد مور بتيان نضغط عليها يعني المزيد. جرح. هنا مشاركة. جرح. هنا الشرح جرح. للشرح مشاركة ومش... والنسخ جرح. نضغط على الشرح. إذن تطبيقات يعني جدا جدا مفيدة يعني أرجو أن تفيدكم وأن تعجبكم ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.